رابطه الانديه تصدم الاهلي، ثلاث طلبات لكولر في ليله القمه، مفاجاه جديده من امام عاشور، وبوبو مطلوب في الزمالك. اهلا بكم متابعي الوطن في نشره رياضيه جديده هتلاقوا فيها اجابه على كل الاحداث اللي في الكره المصريه. زي ما انتم عارفين ماتش الاهلي والزمالك فاضل عليه خلاص 24 ساعه. طبعا الكل عايز يعرف مين الحكم، هل الحكم مصري، هل الحكم اجنبي، هل الحكم من دوله عربيه، والدرع درع الدوري ظروفه ايه وهيروح للاهلي امتى، وامام عاشور وصل لحد فين، وايه الثلاث حاجات اللي طلبهم كولر من مجلس اداره النادي الاهلي، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز زعلان ليه، وايه اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي، ومين اللاعب الجزائري اللي بيفاوضوه، واحمد فتوح عايز ايه، والمفاجاه بقى خد مني، بوبو مطلوب في نادي الزمالك مع بدايه الموسم الجديد. اعزائي المتابعين، خلاص فاضل ساعات قليله كده على ماتش الاهلي والزمالك، كل فريق عايز يفوز، الاهلي للتاكيد انه الاقوى والاجمد وانه بطل الدوري، والزمالك تحت قياده اسوريو لحفظ ماء الوجه مش اكتر. سمعنا كلام كتير جدا خلال الايام اللي فاتت عن الحكم، شويه قالوا اجنبي وشويه قالوا مصري، من الاخر كده خد مني الحكم مصري. الكابتن محمود البنا هو المرشح الاول، ومعاه محمود ابو الرجال مساعد اول، احمد حسام طه مساعد تاني، محمود ناجي حكما رابعا، وبالنسبه لحكام الفيديو الاقرب هما احمد الغندور وعمرو الشناوي، كل ديت كده دول الاقرب وليس تاكيدات لماتش القمه. كمان عشان تبقوا عارفين اعزائي المتابعين، كان في اقتراحات ان النادي الاهلي يحتفظ بدرع الدوري العمر كله كده بصفته اكتر نادي حامل اللقب وواخده الموسم الاخير. رابطه الانديه المصريه كان ليها راي تاني وقالت متشكرين، الدرع هيروح المتحف. امبارح قلت لكم اعزائي المتابعين درع الدوري مش هيتسلم للاهلي في ماتش الخميس اللي قدام الزمالك، خلاص اخر كلامه، زي ما قلت لكم امبارح الاهلي هياخد الدرع في حضنه كده بعد ماتش حرس الحدود في الدوري. بعيدا عن الاهلي ودرع الدوري، امام عاشور. امام عاشور هو الترند دلوقتي في كل مكان تسمع اسم امام عاشور، خلص مع الاهلي رسمي ولا لا؟ هقول لك زي ما قلت لك امبارح، فعلا امام عاشور وقع للاهلي على العقود، فاضل بس كده شويه حاجات بسيطه كده بتخلص مع الفريق الدنماركي، من اول ما تخلص كده سيتم الاعلان عن صفقه امام عاشور. في ثلاث حاجات كولر طلبهم من النادي الاهلي الساعات اللي فاتت، بصوا بقى كولر طلب ايه؟ كولر طلب امام عاشور بشكل رسمي، ردوا عليه قالوا له ما تقلقش احنا شغالين في المفاوضات واللاعب امان معانا. عمنا كولر طلب ثاني رضا بوبو، قال لهم انا عارف هلاعب كل واحد ازاي في الملعب سواء امام عاشور او رضا بوبو. كولر طلب ايضا مهاجم اجنبي والابرز حتى الان سوزا البرازيلي، وفي كلام كده ان صلاح محسن عودته مطروحه الى القلعه الحمراء، عشان تبقوا عارفين صفقات الاهلي راحه فين. بعيدا عن الاهلي، مصطفى فتحي لاعب بيراميدز. الاهلي عايزه؟ ايوه زي ما قلت لكم امبارح الاهلي عايز مصطفى فتحي. الزمالك عايزه؟ خد مني المفاجاه بقى، لا والف لا. الزمالك ما طلبش مصطفى فتحي، ودي الحاجه اللي مزعله اللاعب ومخليها كده متقطع من جوه. ليه؟ لان مصطفى فتحي هيختار الزمالك لو قدامه مليون عرض تاني، ولكن للاسف حتى هذه اللحظه الزمالك لم يطلب مصطفى فتحي. من الاخر بيراميدز حصل على توقيع مصطفى فتحي على العقد الجديد، بيحاولوا دلوقتي يقللوا الفلوس، وبنسبه كبيره مصطفى فتحي هيكمل مع بيراميدز في الموسم الجديد. احمد فتوح لاعب نادي الزمالك. فتوح ما عندوش اي مشكله انه يمضي عقود جديده ويقعد في الزمالك، لكنه باصص للعقد اللي مضى عليه احمد سيد زيزو لما جدد، وبكده فتوح طلب عقد من الزمالك لا يقل عن 20 مليون جنيه في الموسم، وياخد كده مبلغ يصل الى 10 مليون جنيه كاش اول ما يوقع. عشان تبقوا عارفين برضو الزمالك هيوافق على كل طلبات فتوح. ليه؟ لان فتوح لو مشي من الزمالك هو كمان هيحصل ازمه كبيره جدا. بالنسبه لصفقات نادي الزمالك، اسوريو المدير الفني قال للنادي انا عايز كل اللي طلبته بالحرف، لو عايزين تاخدوا بطولات ومش عايز لعيبه كده صف تاني، وده اللي مخليهم في الزمالك شغالين ليل نهار عشان يجيبوا صفقات الى حد ما كويسه. والساعات اللي فاتت تواصلوا مع لاعب الرجاء المغربي
يسري بذوق كده لمعرفة طلباته وطلبات ناديه للانضمام إلى نادي الزمالك. أخيرا خد مني المفاجأة، رضا بوبو لاعب في يوتشر مطلوب في نادي الزمالك. بوبو موجود في حسابات الزمالك لضمه، وبيتم حاليا التواصل مع فيوتشر لمعرفة طلباتهم المادية لتنازله عن اللاعب لنادي الزمالك. بكده أعزائي المتابعين تكون خلصت نشرتنا النهاردة. استنونا طبعا في النشرة الجاية عشان تعرفوا أي جديد بيحصل لحظة بلحظة في كل الأندية المصرية، وكواليس حصرية ومفاجآت مش هتسمعوها غير عندنا هنا في تلفزيون الوطن. كنت معاكم محمود فؤاد.